هلا والله شباب، يعطيكم العافية. رجعت لكم اليوم في مقطع إن شاء الله يكون ممتع وتستفيدوا منه، واللي بيكون مكون من 4 أقسام مختلفة، وهي معلومات واستعراض واختبار، وآخر شيء ما نسيتكم في giveaway مميز وبيوصل لك وين ما كنت. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة وفائدة، ولا تنسون الدعم باللايك والنشر. والحين خلونا نبدأ. بتكلم اليوم عن كيبورد وماوس من لوجيتك، بالإضافة لتقنية واللي اسمها لايت سبيد. راح أبدأ معاكم المقطع أول شيء في معلومات، واللي بتكلم فيها عن مفهوم الـ 1ms أو الملي سكند وتعريفه وسبب تواجده في عالم الألعاب، وبعدين بنسوي تجربة فعلية على أحد المنتجات، راح أسوي لكم استعراض وأعطيكم رأيي الشخصي، بالإضافة أني أحاول أستضيف شخصين يجربون منتجات بنفسهم ويشاركونا رأيهم. أولا المعلومات والتعريف. ما هو الملي سكند أو الـ 1ms أو سرعة الضوء؟ هو قياس أو قراءة لسرعة معينة، واللي صارت مصطلح دارج في عالم الألعاب، وصارت من أهم الأشياء اللي يسأل عنها اللاعبين الاحترافيين سواء في الماوس أو الكيبورد أو حتى الشاشات أو غيرهم، وهي باختصار الوقت المستغرق لنقل البيانات، أو بالعامية الاستجابة أو الكليك مع الكيلز. والملي سكند هو جزء صغير من الثانية، أو بمعنى آخر لما تقسم الثانية الواحدة لألف جزء، فالجزء الواحد منهم يعتبر ملي بالثانية، أو اللي يسمونه الملي سكند أو الـ 1ms. فلك أن تتخيل لو نقسم الثانية لألف جزء وناخذ واحد منهم، تخيل السرعة. فالسابق رسخت فكرة عند اللاعبين أن الوايرلس بطيء أو يكون في تأخير وغير مناسب لكل الألعاب، وما في مقارنة أن الواير أو السلك في نقل المعلومات عبر السلك أسرع شيء بديهي من الهواء. لكن مع السنوات مؤخرا تم تطوير الموضوع من الشركات واللي ركزوا عليها بشكل كبير، وأحد هذه الشركات لوجيتك اللي قدمت منتجات بأداء جدا مبهر وسرعة رهيبة، واللي تعطيك تجربة مثالية في اللعب وإحساس كامل كأنك تلعب بأكسسوارات سلكية مع أنها لاسلكية، مع ضمان أن اللاعب يقدم أفضل أداء عنده ولا يتعثر من أي شيء، سواء في ألعاب الشوتر أو الألعاب السريعة أو غيرها. فالفكرة من تقنية اللايت سبيد من لوجيتك أنها تعطيك التجربة في منتجات الوايرلس كأنها بالواير، وركزت شركة لوجيتك بتقديم السرعة 1ms في منتجاتها، واليوم بستعرض لكم كيبورد وماوس يتضمنون هذه الخاصية. ومو بس بتكلم عنهم، أيضا راح أجربهم بطريقتي المتواضعة وأجمع كل الأشياء اللي ممكن تساعد في التجربة. وحب أذكركم أنتم بيكون لكم نصيب في هذا المقطع، والفائز بيحصل على قطعتين الكيبورد والماوس، وبشرح لكم التفاصيل لاحقا في المقطع. ثانيا فتح الصندوق أو الأنبوكسينج والمحتويات. نبدأ أول شيء في الكيبورد، وهو الـ G915 Light Speed من Logitech، وهو كيبورد لاسلكي أو وايرلس ميكانيكال بالحجم الكامل، اللي يقدم خصائص منوعة وأزرار إضافية تفيدك باستخدامات منوعة، وهذا الكيبورد نفسه يتوفر بأكثر من نوع حسب الأزرار المناسبة لك. بالنسبة للمحتويات في العلبة، عندنا كيبل الـ USB اللي ممكن تشحن فيه الكيبورد أو تخليه باستخدام الواير، وعندنا قطعة الوايرلس الصغيرة والمحول الـ USB الصغير للكيبل، وطبعا الكيبورد نفسه اللي راح نتكلم عنه. المظهر العام مثل ما تشوفون جاي الأزرار كاملة وزيادة، والتحكم في الصوت عن طريق هذا الويل في الطرف جدا مناسب واستخدامه سريع. الكيبورد تصميمه مميز من الألمنيوم، وراح تحس بجودته، والشيء المميز فيه أنه نحيف جدا مع المحافظة على الأزرار في عملهم الكامل، وتعطيك الإحساس الأصلي. تقدر ترفع الكيبورد في أكثر من مستوى أو تتركه مثل ما هو. شيء ثاني رائع أنك تقدر تتحكم في إضاءة الـ RGB عن طريق البرنامج، وتسوي أي تصميم من خيالك. تقدر تتحكم في كل زر وتسوي تشكيلات منوعة، أو تستخدم التشكيلات الموجودة تلقائيا في البرنامج وتستمتع في شكل الكيبورد وتغيره كل مرة. وبالنسبة لاستخدام الكيبورد على الوضع اللاسلكي، الشحن راح يعطيك 30 ساعة استخدام، ومهما قربت تخلص البطارية الأداء بيظل نفسه للنهاية. طبعا تكلمنا عن الخاصية اللي فيه، وهي اللايت سبيد أو سرعة الملي سكند، وشرحتها لكم، اللي هي من أهم مزايا الكيبورد ويخليه أفضل من غيره من الكيبوردات اللاسلكية. ننتقل الحين للماوس من لوجيتك الـ 502 اللاسلكي، واللي أيضا يقدم تقنية سرعة الضوء أو اللايت سبيد، أيضا بيكون لنا تجربة عليه. بالنسبة لمحتويات العلبة بشكل سريع، طبعا عندنا الماوس اللي بنرجع له، وباقي المحتويات في العلبة مثل الأغراض اللي تتضمن الأوزان اللي ممكن تركبهم في الماوس نفسه وتاخذ الوزن اللي ترتاح له فيه. أيضا عندنا كونفيرتر أو محول الـ USB، بالإضافة لقطعة الوايرلس الصغيرة اللي بتفعل الربط.
واخر شيء عندنا الكيبل مايكرو يو اس بي لشحن الماوس او حتى لاستخدام الماوس عن طريق الواير، لكن يفضل استخدامه وايرلس. الماوس مثل ما تشوفون تصميمه ممتاز جدا ويقدم لك 11 زر بالمجموع، بالإضافة لمثبتات اليد في البودي نفسه، بالإضافة إلى إضاءة الRGB على حرف الجي أو ثلاث شخطات صغيرة واللي ممكن أنك تضبطهم البرنامج وتختار ألوانهم. من الأسفل راح يكون عندنا زر اللايت سبيد أو الون ملي سكند بالإضافة لغطاء الأوزان. باختصار الماوس رائع من ناحية التصميم والخصائص وحتى في الاستخدام، ولوجيتك ما عليهم كلام من هذه الناحية، لكن يجب أن يخضع لتجربتنا اليوم ونشوف الريسبون أو سرعة استجابته وفعاليته مع الون ام اس أو الملي بالثانية. أما الحين مع التجربة، مثل ما ذكرت كيبورد لوجيتك يقدم تقنية اللايت سبيد أو سرعة الضوء، وعلى الوضع اللاسلكي المفروض يعطيك السرعة الفائقة اللي ما يحس اللاعب فيها إن كيبورد وايرلس. فننتقل الحين لتطبيق التجربة، وراح نحتاج بعض المعدات، ولمعرفة الاستجابة الحقيقية قدر الإمكان وتجنب أي تأخير من أي طرف، أولا راح نحتاج أسرع شاشة عندي، فراح نختار الأورس اللي تكلمت عنها في السابق في القناة لأنها سريعة جدا ومخصصة للرياضة الإلكترونية وتعطيك نص ملي سكند من ناحية الاستجابة. يكفي؟ هذه سرعتها نص ملي سكند، يعني مو ملي سكند، لا نص. الحين بس نوصلها نجرب. ثاني شيء راح نحتاج بي سي عالي المواصفات علشان ما يكون في اي تأخير في الرسومات وهذه الامور، والكرت اللي استخدمناه انفيديا 2080 Ti ومعالج انتل i9. ايضا نتاكد ان مستقبل الكيبورد والماوس مركبين على اليو اس بي فتحه 3.0، ما ادري اذا يفرق لكن نحرص على هذا الشيء. واخر شيء من ناحيه التصوير نحتاج كاميرا بسرعه عاليه بالاضافه لكاميرا بطيئه جدا، فراح نستخدم موبايل الهواوي للتصوير البطيء قدر الامكان. وبالنسبه للعبه راح نجرب سي اس جو او العاب ثانيه. وبالنسبه للي راح يشاركونا رايهم، نختار محمد اخوي للتجربه لانه يلعب كاونتر، فنشوف رايه بعد التجربه مع هذه المنتجات. ما احس في لا كلش بعد. لا شوف لي اي اكشن واضغط الزر معاها، خلينا نشوف مثلا هذا. شوف ايضا عندي صديقي نواف محترف في العاب الشوتر، بالاضافه للعبه ايج اوف امباير اللي يحتاج يضغط ازرار كثيره جدا في الدقيقه الواحده، فراح يكون مشارك في هذا المقطع. والحين ناخذ راي نواف. هلا شباب، معاكم نواف، واولا حاب اشكر خالد على هذه الفرصه اني اعطيكم رايي لهذا الكيبورد اللي هو لوجيتك 915. طبعا انا بي سي جيمر يعني من صغري، واحب سوالف الاف بي اس الشوترز والار تي اس استراتيجي واي شيء يعني فيه تحدي وطلب يعني سرعه انبوت وغيره. المهم يعني جربت الكيبورد على كم من لعبة، جربت على فالورنت، على كاونتر سترايك، اوفر واتش، جربت على ايج اوف امبايرز، وصراحة تفاجأت بشيء. انا ما اثق بالكيبوردات اللي هي الوايرلس، ليش؟ اخاف من الانبوت لاج او يكون في مشكلة في الانبوت. بس هم عندهم تقنية في الكيبورد اللي مكتوبة هني لايت سبيد ف 1 ms. المهم ما حسيت في بانبوت لاج، وكأنه يعني انه شابك بواير، اتوقع بعد 30 ساعة من الشارج. شيء جميل صراحة، تجربة وايد حلوة، استمتعت وعجبني الكيبورد، وفي وايد أشياء حلوة بعد ثانية مثل الماكروز اللي هي موجودة هني، وبعد الكواليتي يعني العصبيين اللي بالغلط يضربون كيبورد ولا شيء ما تحسون إن كيبورد ممكن يخترب بسرعة، فما بجرب إن شاء الله. المهم ككل تجربة حلوة، استجابة الكيبورد والكيز كل شيء مريح، الألوان طبعا RGB اللي تعرفونه بالعادة شيء حلو، وفي البرايتنس تحكم وغيره. بس أتمنى إنكم استفدتم من رأيي، والسلام عليكم. أما الحين بالنسبة للتجربة والفكرة العامة، أنا شخصياً عجبني الكيبورد والماوس من ناحية الاستخدام، أولاً كمظهر وتصميم وخصائص وحتى تجربتهم اليومية. يمكن شفتوا مقطعي للعبة روكت أرينا، كنت أستخدمهم وما حسيت بأي تأخير وقت اللعب. أما بالنسبة لمحمد أخوي أو حتى نواف، كلهم جربوهم بنفسهم وشاركوا رأيهم، وأتمنى أي أحد من المتابعين جربهم يعطينا رأيه في التعليقات. فكانت هذه فكرة الملي سكند مع منتجات لوجيتك، تكلمت عنهم وشرحتهم، بالإضافة أن جربتهم بنفسي وشفتوا بالتصوير، وأبي أشوف رأيكم بشكل عام من ناحية المقطع والأداء والاقتراحات، أو إذا شيء ما قدمناه بالشكل المطلوب من ناحية التجربة أبي أشوف رأيكم، ويمكن عندكم أفكار مختلفة. وأتمنى عجبكم طريقة المقطع والتجربة بشكل عام ومشاركة الأصدقاء وورشة العمل.
أما الحين بالنسبة للجيف اوي، أبيكم ترجعون للدقيقة رقم 4 في المقطع، راح يظهر فريم واحد سرعته ملي سكند. أبيك تروح وتشوف شنو مكتوب، وبالتحديد ارجع للدقيقة 4 إلى 34 ثانية. بين هالثلاثين ثانية بتشوف الكلمة، وبتكون الكلمة باللون الأزرق، بس اكتبها في التعليقات وتعتبر أنك مشارك في الجيف اوي. وبعدين راح نختار أحد التعليقات، راح يفوز بالكيبورد والماوس وتوصل له مباشرة من لوجيتك وين ما كان. أما الحين وصلنا لهذا المقطع، أتمنى عجبكم واستمتعتوا بالفكرة بشكل عام والتصوير، وشاركونا رأيكم، ويعطيكم ألف عافية على المتابعة. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة.